الإذعان في طاعة عقد الإذعان حتى لو حرم الأمان قال لنا أعمل عميان قال لنا أعمل عميان تسعة أعشار الإيمان في طاعة عقد الإذعان حتى لو حرم الأمان أنا حيران أنا حيران فإذا كان تعاقد فيه ضمان للجودة والإتقان فلماذا خلق احتقان فلماذا خلق احتقان فلماذا حلق احتقان بني التعاقد على خمس بني التعاقد على خمس تكريس الهش مع البؤس تكريس الهش مع البؤس توسيع الخوف مع اليأس توزيع الخوف مع اليأس تحصين السلطة والكرسي تحصين السلطة والكرسي قطع الأرزاق مع الحس قطع الأرزاق والحس وبقاء الأستاذ في الدص وبقاء الأستاذ في الدص سوف نبقى هنا كي يزول الألم.